أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توافق الأبراج. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة بالاشتراك واللايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توافق رجل القوس مع امرأة الحمل، كلاهما كريم ومحب، إنما القوس أكثر واقعية ومعجبة كثيرا ببراءة الحمل ووفائها، ويبحث دائما عن مغامرة جديدة قد تزيد من غيرتها، فيخشى حينها أن تتركه وترحل، لذا عليه أن لا يجرح مشاعرها إذا حاولا إقامة علاقتهما على أساس مبني على الحب. سيتمكنان من العيش في حياة جميلة مفعمة بالنشاطات المتجددة والمستمرة. نسبة التوافق بينهما 72%.